بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن تقييم أداء العاملين اللي هو الفصل الثالث عندنا في الكتاب. عايزين نقيم أداء العاملين، فهنعرف الأول تعريف التقييم، ثانيا أهمية التقييم، ثالث حاجة مراحل عملية التقييم، وآخر حاجة هنعرفها في المحاضرة دي القائمون بعملية التقييم. تعالوا نشوف أول حاجة اللي هو تعريف التقييم أو تعريف تقييم الأداء. إيه هو تقييم الأداء؟ تقييم الأداء هو عبارة عن تقييم الأداء الحالي أو الماضي للفرد بالنسبة لمعدلات أداء. يعني إحنا بنحط معدلات أداء للفرد الأول، بنقول اللي هو المفروض الفرد ينتج كمية معينة بمواصفات معينة في وقت معين، دي بسميها معدلات أداء. ولما يجي الفرد يشتغل فعلا، فأنا بقيس أداؤه وبقارن أداؤه اللي حصل بالفعل بالمعدلات اللي أنا كنت حطاها مسبقا، وأقارن الاتنين ببعض وأشوف هل فعلا حقق الفرد الأداء اللي أنا كنت متوقعاه منه، ولا أقل منه، ولا أكتر منه. دي بسميها عملية تقييم الأداء. عشان كده بقول تقييم الأداء هو إن أنا بقيم الأداء الحالي أو الماضي للفرد بالنسبة لمعدلات أدائه. من التعريف ده هنستخلص 3 مصطلحات أساسية يجب إن إحنا نعرفهم، اللي هو قياس الأداء، تقييم الأداء، تقويم الأداء. قياس الأداء يعني إيه؟ يعني إعطاء قيمة رقمية للأداء الفعلي للفرد، عشان أعرف الفرد أدى العمل بتاعه ولا لأ، يبقى لازم أدي قيمة رقمية للأداء الفعلي للفرد. طيب نمرة 2 أو المصطلح التاني تقييم الأداء. يعني إيه تقييم الأداء اللي إحنا لسه قايلينه؟ قلنا إن إحنا هنقارن الأداء الفعلي اللي حققه الفرد بالمعايير اللي أنا حطاها مسبقا. المصطلح التالت تقويم الأداء. يعني إيه تقويم؟ يعني تصحيح. والله لو لقيت في فرق ما بين الأداء الفعلي اللي حققه الفرد والمعايير الموضوعة اللي أنا حطاها مسبقا، يبقى لازم في انحراف، يبقى لازم أصحح هذا الانحراف. يبقى هو ده تقويم الأداء. ومن هنا لازم القياس يبقى شرط للتقييم. يعني ما ينفعش أقيم إلا لما أقيس، لأن أنا بقيم بقارن الأداء اللي أنا قسته بالمعايير اللي أنا حطاها. يبقى القياس شرط للتقييم، وفي نفس الوقت التقييم شرط للتقويم، لأن التقويم بصحح الانحرافات. الانحرافات دي بعرفها منين؟ بعرفها من التقييم اللي هو ناتج عن مقارنة الفعلي بالمخطط. طيب ثانيا أهمية تقييم أداء العاملين. أنا بعمل كده ليه؟ يعني أنا بقارن الأداء الفعلي بالأداء المخطط ليه؟ وبقول أداء الفرد ممتاز، جيد، ضعيف، وهكذا ليه؟ أول حاجة عشان أحدد العلاوات المستحقة للعاملين. والله لو واحد أداؤه كويس، أداؤه ممتاز، يبقى هياخد علاوة. التاني لأ، يبقى علاوته أقل أو مش هياخد علاوة، وهكذا. نمرة 2 تخطيط المسار الوظيفي واختيار الأفراد الصالحين للترقية. يعني أنا لو لقيت أداء الفرد ممتاز، يعني ده معناه إن هو هيصلح إن هو يترقى لأداء لمستوى أعلى في الوظيفة، فيبقى دي لازم أختاره للترقية، بختار الأفراد الصالحين للترقية. نمرة 3 تحديد الاحتياجات التدريبية. يعني لو من تقييم أداء العاملين لقيت إن أداء العاملين أو أداء عامل معين منخفض، يبقى ده أنا هحدد له دورة تدريبية معينة عشان أزود من كفاءة أداء.
نمرة 4 تقييم سياسات ومصادر اختيار العاملين. يعني إيه؟ ويعني أنا لو لقيت أداء العاملين كلهم منخفض أو الأغلبية العظمى منهم منخفض، مش ده معناه إن أنا كانت سياساتي في اختيار العاملين أو المصادر اللي أنا حصلت عليها منها على العاملين كانت خاطئة من البداية؟ ده مش معناه إن أنا لو لقيت واحد ولا اتنين ولا 10 أدائهم منخفض يبقى سياساتي ومصادر اختياري غلط؟ لا، بس احنا بنقول لو الغالبية العظمى دي بتشير إلى إنه قد تكون سياسات ومصادر اختيار العاملين غير مناسبة. خامس حاجة، تشجيع التنافس بين العاملين. احنا بنقول إن من تقييم الأداء العاملين هيترقوا وهيحصلوا على علاوات وهيحصلوا على دورات تدريبية، يبقى ده أنا هشجع التنافس ما بين العاملين. يبقى هي دي أهمية تقييم أداء العاملين. تالت حاجة هنتكلم عليها مراحل عملية تقييم الأداء. في عندنا نموذجين بيشرحوا لنا المراحل اللي بتاخدها عملية تقييم الأداء. النموذج الأولاني ده بيقول إيه؟ إحنا قلنا تقييم الأداء عبارة عن إيه؟ مقارنة أداء فعلي بأداء مخطط. يبقى أول حاجة هعملها إن أنا هحدد الأداء المراد قياسه عشان أقيسه. نمرة 2، هحط معايير قياسية مسبقة. نمرة 3، هقيس الأداء الأصلي أو الأداء الفعلي. يعني الأول أحدد الأداء اللي أنا عايز أقيسه، أحط له معايير أداء، وبعد كده أقيس الأداء الفعلي، بعد كده أجي أقارن الفعلي، قياس الأداء الفعلي اللي أنا قيسته بالمعايير اللي أنا حطيتها اللي إحنا قلنا عليها تقييم أداء، هشوف هل هينطبق الأداء الفعلي مع الأداء المخطط ولا هينحرف عنه. والله لو تطابق الأداء الفرد الفعلي مع الأداء أو مع المعايير اللي أنا حطها له مسبقا، يبقى خلاص أنا هتقف عملية تقييم الأداء عندي لغاية كده. طيب لو ما اتطبقتش بقى، لو ما حصلش تطابق بين الأداء الفعلي والأداء المخطط، يعني لو كان في انحراف، يعني لو الفرد ما حققش المعايير المطلوبة منه، يبقى هنا تحديد المراد الأداء المراد قياسه من أول وجديد. يبقى هنا هبدأ أعمل تصحيح للانحرافات. طيب فمثلا لما نيجي نقول إن احنا هنطبق الخطوات السابقة دي على عملية تقييم الأداء تتعلق بمهارة كتابة وظيفة سكرتارية مثلا، فهقول إيه؟ أول حاجة أنا عايز أحدد الأداء المراد قياسه، زي ما قلنا أول خطوة تحديد الأداء المراد قياسه. فمثلا هنركز في عملية أو في وظيفة سكرتارية مثلا على مهارة الكتابة، هنركز على الكم أو اللي هنركز على الجودة أو هنركز على الكم والجودة، يعني نقول كم كلمة في الدقيقة وهكذا. نمرة 2، وضع معايير قياسية مسبقة. احنا قلنا هنركز في قياس الأداء، هنحدد الأداء المراد قياسه، يعني هنركز في قياس الأداء، يا إما هنقول إن احنا هنركز على الكم أو الجودة أو الاتنين مع بعض. طيب الخطوة الثانية هنحط معايير قياسية مسبقة، فمثلا أجي بالنسبة لجانب الكم أقول المفروض إنه السكرتيرة تكتب 40 كلمة مثلا في الدقيقة، بالنسبة لجانب الجودة هيكون مثلا المعيار إن ما يتجاوز الخطأ 5% من الكلمات المكتوبة. يبقى أنا حطيت أول حاجة حددت الأداء المراد قياسه، قلت يا كم يا جودة أو الاتنين مع بعض.
نمرة 2 حطيت معايير قياسية مسبقة، قلت إيه؟ قلت إن المفروض إنها تكتب لي في الدقيقة 40 كلمة، بشرط إنه ما يتجاوزش الخطأ 5% من الكلمات المكتوبة. الخطوة الثالثة زي ما شفنا في النموذج، بنقول قياس الأداء الفعلي. نقيس الأداء الفعلي للسكرتيرة من زاوية الكم أو الجودة أو الاتنين مع بعض. 4، نقيم الأداء. إحنا قلنا تقييم الأداء هو عبارة عن إيه؟ مقارنة الفعلي بالمخطط. والله لو تطابق الأداء الفعلي مع المعايير القياسية المسبقة هننهي عملية تقييم الأداء. طب لو ما حصلش تطابق، لو كانت المعايير القياسية المسبقة اللي أنا حطيتها أفضل من الأداء الفعلي، يعني في انحرافات، يعني هي السكرتيرة ما قدرتش توصل للمعايير اللي أنا حطاها من الأول، نعمل إيه؟ هننجي للخطوة الخامسة، اتخاذ الإجراءات التصحيحية. نعرف سبب هذا الانحراف السلبي ونصححه، ثم نعود تاني لقياس الأداء الفعلي. يعني احنا خلاص صلحنا الخطأ، طب وهنسيبه كده ولا هنتابع عملية التصحيح؟ هنتابع عملية التصحيح ونبدأ نقيس الأداء الفعلي من أول وجديد. طيب يبقى دي أول نموذج بيشرح لنا مراحل عملية تقييم الأداء. طب النموذج التاني بيقول لك إيه؟ بيقول لك عرف الوظيفة الأول، يعني تأكد من إن هناك اتفاق تام بينك وبين مرؤوسي بشأن واجبات وظيفته ومعايير الأداء الواجب تحقيقها فيه. اقعد أنت ومرؤوسك عشان تحددوا واجبات الوظيفة ومعايير الأداء الواجب تحقيقها. خلاص عرفنا أول خطوة اللي هي تعريف الوظيفة. قيم الأداء، يعني إيه قيم الأداء؟ زي ما قلنا قارن الأداء الفعلي بالمعايير الموضوعة مسبقا اللي أنت اتفقت عليها مع مرؤوسك. ليه بقى؟ لأن ده بيضمن حسن استخدام أحد طرق قياس الأداء الفردي اللي احنا هنشرحها بعد كده. قدم التغذية العكسية، يعني إيه نقدم التغذية العكسية؟ يعني ناقش أداء المرؤوس معه في مقابلة لتقييم الأداء عشان تحدد الانحرافات وتحدد الخطط المقترحة للتطوير. طب النموذج التاني ده بيتميز عن النموذج السابق في إيه؟ أول حاجة وضوح معايير تقييم الأداء للمرؤوس ذاته، لأن أنت هتقعد مع المرؤوس وهتتناقش معاه في تعريف الوظيفة في واجباتها، فكل ده هيبقى واضح بالنسبة للمرؤوس، هيبقى واضح برضو بالنسبة للمرؤوس معايير تقييم الأداء، هيبقى عارف هو رئيسه هيقيمه على أي أساس. نمرة 2، إضافة عنصر التغذية العكسية. النموذج الأولاني ما كانش فيه تغذية عكسية، لكن النموذج الثاني من خلال اطلاع المرؤوس على نتائج تقييم أدائه ومبرراتها والرئيس بيتفق معاه على خطة التحسين والتطوير، كل ده عبر جلسات تقييم الأداء في نهاية فترة التقييم، يبقى هنا فيه عنصر تغذية عكسية. طيب هنيجي نتكلم هنا عن رابع حاجة اللي هم القائمون بتقييم الأداء. أول حاجة أو أول حد بيجي على طول في بالنا اللي هو بيقيم أداء المرؤوس رئيسه المباشر، يبقى القائمون بتقييم الأداء اللي هم الرئيس المباشر. الطريقة دي بتعتبر هي الطريقة الأكثر شيوعاً من كل أساليب تقييم الأداء. ليه؟ لأن المدير هو أقرب واحد للمرؤوس
وبالتالي بيقدر يقيم أداؤه ويقدر يقيمه بواقعية. بس المهم أن يراجع التقييم اللي بيضعه الرئيس المباشر، بيضع بواسطة رئيسه الأعلى، يعني ما بنكتفيش بس بتقييم الرئيس المباشر للمرؤوس، لا ده احنا بنخلي كمان الرئيس الأعلى للرئيس المباشر برضو يقيم هذا المرؤوس. نمرة 2 من القانون بتقييم الأداء، تقييم زملاء العمل. في جوانب معينة الرئيس المباشر ما بيستطيعش إن هو يكتشفها في المرؤوس. مين اللي بيقدر يكتشفها بحكم احتكاكهم الطويل بالعامل؟ زملاء العمل. وهنا بيفترض إن الجوانب دي أو جوانب في سلوك الفرد لا يستطيع رئيسه المباشر أن يتبينها، لكن بيعرفها ويستطيع الحكم عليها زملائه المقربون ليه طول الوقت. وأثبتت الدراسات أن تقييم الأداء بواسطة زملاء العمل ده بيعتبر أسلوب جيد في التنبؤ بمن ستتم ترقيته وبمن سينجح في المناصب الإدارية، بجانب دعمه للاتصالات المفتوحة بين زملاء العمل وتماسك الجماعة. لكن إيه اللي بيؤخذ بقى على نظام تقييم زملاء العمل؟ احتمال تقديم التنازلات المتبادلة، يعني واحد يتفق مع زميله انت اديني تقدير مرتفع وانا اديك تقدير مرتفع. هو ده اهم ما يؤخذ على هذا الاسلوب في تقييم الاداء. ثالث اسلوب في قائمون بعملية تقييم الاداء اللي هي تقييم اللجان. تتكون لجنة تقييم الاداء من الرئيس المباشر واثنين او ثلاثة من الرؤساء الاخرين. الأسلوب ده بيساعد على التخلص من بعض مشكلات تقييم الأداء اللي هي بتنتج على إن الرئيس المباشر هو اللي بينفرد بعملية التقييم، مثلا يتحيز لفرد معين أو إن هو يقيم شخص معين بناء على سماته الشخصية بس. لكن لما بنيجي نعمل لجنة وبيبقى فيها اتنين أو تلاتة من الرؤساء الآخرين غير الرئيس المباشر، كل واحد بيدلي برأيه أو بيدلي بحقائق معينة عن أداء الفرد قد لا يدركها الأفراد الآخرون. الأسلوب الرابع اللي هو التقييم الذاتي. أثبتت الدراسات إن 1 أو 2% فقط من العاملين هم اللي بيقيموا أنفسهم تقييم سليم. والرئيس المباشر اللي بيستخدم أسلوب التقييم الذاتي ده بيدعم العاملين إن هو يقيموا أدائهم ذاتياً، وإن كان يحاول إظهار أن يفتح مناخا للديمقراطية في العمل، لكن هو بيصعب على نفسه من عملية تقييم الأداء، لأن معظم المرؤوسين بتوعه هيعترضون على تقييمه لأدائهم بحجة أن تقييمهم الذاتي لأنفسهم مختلف تماما، لأن هم هيقيموا أنفسهم تقييمات عالية وهو هيقيم تقييمات إلى حد ما هنقول أنها موضوعية، فهم في جميع الأحوال هيعتبروا أن رئيسهم المباشر هو ظالمهم. الأسلوب الخامس تقييم المرؤوسين للرؤساء. ده بقى العكس، تقوم بعض المنظمات بطلب تقييم من مرؤوسين مجهولين لأداء رؤسائهم، بحيث أن الرئيس المباشر ما يعرفش شخصيات المرؤوسين دول عشان يقدروا يقيموا الرئيس بتاعهم دون خوف. الأسلوب ده بيساعد الإدارة العليا في تحليل أنماط الإدارة ومعرفة مشكلات الرؤساء مع المرؤوسين عشان يتخذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة مع كل رئيس على حدة.
يعني لو لقى مثلا إن المرؤوسين بيعيبوا في رئيس معين، يعرف إن في مشاكل كبيرة ما بين الرئيس والمرؤوسين، فبيحاول إن هو يتخذ إجراءات تصحيحية مع هذا الرئيس، كل واحد على حدة. الأسلوب السادس اللي هو أسلوب تقييم 360 درجة، بيتم جمع تقييمات أداء الفرد من الرئيس المباشر وزملاء العمل والمرؤوسين والعملاء الداخليين أو الخارجيين أو الاتنين مع بعض، ويجرى التقييم النهائي لأداء الفرد عبر تجميع استقصاءات تقييم الأداء اللي كتبت بشأنه. كل تقييمات الأداء اللي كتبها الرئيس المباشر وزملاء العمل والمرؤوسين والعملاء دي بنعملها، بنجمعها في استقصاءات تقييم الأداء، يا إما يدوي أو باستخدام شبكة الإنترنت، ثم باستخدام بعض الجوانب الإحصائية يتم إعداد التقرير النهائي لتقييم أداء الفرد. وفي بعض الأحيان بتجرى مقابلات تقييم أداء بين الفرد ورئيسه المباشر أو بعض من اللي ساهموا في تقييم الأداء زي زملاء العمل أو المرؤوسين أو العملاء، بحيث يتم مشاركة المعلومات التي يمكن أن تؤدي إلى التحسين أو التطوير الذاتي. بعض الدراسات قالت إن أسلوب 360 درجة ده بيساعد على إحداث بعض التحسينات في الأداء الوظيفي وعلى تحسين مناخ العمل الديمقراطي. لكن في دراسات أخرى شككت من فعالية أسلوب التقييم 360 درجة من عدة زوايا، منها إن هذا الأسلوب يتطلب أعمال ورقية كثيرة جدا، لأن إحنا قلنا أسلوب 360 درجة ده بنجمع التقييمات كلها من قوائم استقصاء بنعمل عليها جوانب إحصائية، فدي طبعا بيتطلب أعمال ورقية كثيرة جدا. نمرة 2، إن هذا الأسلوب بيجعل بعض المقيمون يعطون تقديرات منخفضة وظالمة للأداء دون الكشف عن هويتهم، بس مجرد إنهم عايزين يعملوا مشكلات وخلاص. ثالث حاجة، الشركات اللي بتستخدم هذا الأسلوب ربما يكون لها قيمة سوقية منخفضة من حيث سعر السهم مثلا، ولعل السبب في ذلك تعقد أسلوب التقييم ذاته. والمشكلات دي كلها هي اللي يعني ربما تكون سبب في تراجع العديد من المنظمات عن استخدام أسلوب التقييم. بعد كده هنتكلم في المحاضرة دي عن مقاييس السمات للأداء. بدأت عملية تقييم الأداء، هنقيم أداء الفرد بالنسبة لإيه؟ بالنسبة لبعض مؤشرات السمات. زي إيه؟ زي مثلا خصائص الشخصية، الانبساط، القبول الاجتماعي، الضمير الحي، ممكن الاتجاهات زي الانتماء التنظيمي، القيم زي الاستعداد للتضحية من أجل الآخرين. بدأت عملية التقييم بالاعتماد على هذه المؤشرات للأسباب الآتية. نمرة 1، كل سمة من هذه السمات مسؤولة عن مجموعة من الجدارات والسلوكيات. مثلا سمة الضمير الحي اللي هي من خصائص الشخصية مسؤولة عن جودة العمل كإحدى الجدارات، كما إنها مسؤولة عن السلوكيات زي حرص العامل على الالتزام بالمواعيد وقبوله العمل لوقت إضافي إذا تطلب الأمر. نمرة 2، الاستخدام الشائع لمصطلح السمة في الحياة العامة قد يجعل المديرين أكثر فهما وقبولا لاستخدامها. 3، مفهوم السمة مدعوم بالعديد من النظريات والأبحاث في علم النفس، يعني النظريات وأبحاث علم النفس بتأيد مفهوم. طيب، وبالرغم من ذلك فإن الحماس المبكر لمقاييس السمات كان في غير محله، حيث برزت عمليا مجموعة من الصعوبات منها. نمرة 1، السمات لا تقاس بشكل تلقائي بما يستدل عليها. يعني إيه الكلام ده؟
فمثلا لما نيجي نقول إن شخص بيمتلك سمة الضمير الحي، ما نقدرش نتتبع هذه السمة بشكل مباشر، بس بل إن إحنا هنستدل عليها، لكن بشكل مباشر ما مش هنقدر نقول إن الفرد ده ضميره حي إلا عن طريق مؤشرات معينة. هنستدل عليها إزاي؟ من خلال جدارات الشخص أو سلوكياته. نمرة 2، صعوبة الاتفاق على قائمة موحدة بكل الجدارات أو السلوكيات التي تتضمنها سمة واحدة. يعني مثلا لما نيجي نقول سمة الضمير الحي، طب إيه هي الجدارات كلها أو السلوكيات اللي بتتضمنها سمة الضمير الحي؟ ما كانش في اتفاق بين العلماء على هذه القائمة. نمرة 3، التداخل بين الجدارات والسلوكيات. فمثلا القدرة على الإقناع كإحدى الجدارات من وجهة نظر البعض قد تتبع صفة الانبساط، البعض الآخر لا، بيقول لا دي بتتبع صفة القبول الاجتماعي. وكذلك حرصه على الالتزام بالمواعيد كأحد السلوكيات التي قد يتبع سمة القبول الاجتماعي وقد تتبع سمة الضمير الحي. 4، هناك بعض السمات التي قد لا ترتبط أحيانًا بالأداء الفعال، بل على العكس قد ترتبط بالأداء غير الفعال. فمثلًا سمة الانبساط قد تؤدي أحيانًا لعرقلة الأداء الوظيفي. مش إحنا بنقول إن الانبساط ده بيؤدي للأداء الفعال؟ لا، ده في بعض الأحوال بيقول لك لا، ده الانبساط قد يؤدي لعرقلة الأداء الوظيفي. نمرة 5، برزت العديد من الشكاوى من قبل المرؤوسين من حيث عدم موضوعية رؤسائهم في عملية تقييم الأداء عند استخدامهم لمقاييس السمات. يعني الرؤساء مش متخصصين في علم النفس أو العلوم الاجتماعية بحيث إنهم يقدروا يقيموا العاملين على حسب سماتهم الشخصية. طرق تقييم الأداء، عندنا 3 أنواع رئيسية من طرق تقييم الأداء. أول طريقة اللي هو التقييم القائم على الأهداف. نمرة 2، التقييم القائم على الجدارة. نمرة 3، التقييم القائم على السلوك. وتعالوا نشوف أول طريقة اللي هو التقييم القائم على الأهداف. التقييم القائم على الأهداف يعني تقييم الأداء بالاعتماد على الأهداف. فمثلا تحديد أهداف لبعض الوظائف كمدير المبيعات مثلا، يقول إن هو هيبيع منتجات بمبلغ معين سنويا، فهنا يتم تقييم أداؤه بناء على نجاحه في تحقيق الهدف وغيره من الأهداف. يعني نقول هل هو حقق فعلا باع فعلا منتجات بالمبلغ اللي هو حدده سنويا ولا لا. وتعتبر الإدارة بالأهداف مدخل ثم مخصصا لقياس أداء العاملين، ثم استخدم كأداة من أدوات التطوير التنظيمي. عشان كده سميناها التقييم القائم على الأهداف، الإدارة بالأهداف صممت خصيصا لهذا التقييم. تتطلب الإدارة بالأهداف الخطوات التالية: أول خطوة وضع أهداف تنظيمية من خلال خطة مستقبلية. نحط أهداف تنظيمية من خلال خطة مستقبلية، نحط أهداف المنظمة، نحطها في شكل خطة في المستقبل. نمرة 2، وضع أهداف الإدارات والأقسام. 3، عقد اجتماع مبدئي بين رئيس الوحدة التنظيمية سواء كانت إدارة أو قسم مع كل موظف على حدة، حيث يضع المرؤوس مع رئيسه تصور مبدئي لوظيفته بيحدد فيه 3 جوانب. يعني الاجتماع المبدئي اللي بين الرئيس وبين المرؤوس بيحددوا فيه 3 جوانب، اللي هي مجالات الأهداف اللي بيسعى لتحقيقها خلال السنة. فالربحية مثلا هي مجال لهدف قد يتبناه المدير المالي.
نقول الربحية، يبقى هي دي مجال الأهداف. الجانب التاني اللي هيحددوه اللي هي الأهداف، مثلا نقول عائد على رأس المال المستثمر بنسبة 15% خلال السنة، يبقى ده الأهداف. الجانب الثالث مقاييس أو معايير قياس الأهداف، يعني نسبة الأرباح المحققة خلال سنة إلى رأس المال المستثمر، دي اللي هنقيس بيها مدى تحقق الأهداف. وأي هدف يتم تحديده يجب أن يكون ذكياً سمارت. وتعالوا نشوف حروف سمارت دي بتدل على إيه. الإس سبيسيفيك، محدد، يعني يحدد بدقة نتائج الأداء المرغوبة ويكون مفهوماً. إم ميجرابل، يعني قابل للقياس، يعني يجيب على تساؤل كم، بمعنى أن هناك مقاييس يمكن من خلالها الحكم على مدى النجاح في تحقيق الهدف. يبقى قابل للقياس، ما حطش هدف غير قابل للقياس. طب أنا هعرف منين إن الهدف ده اتحقق ولا ما اتحققش؟ بعد كده لازم يكون الهدف قابل للتحقيق، يعني ليس سهلا للغاية ولا مستحيل التحقيق، لكنه قابل للتحقيق. يجب أن يكون الهدف أيضا مرتبط، يعني إيه مرتبط؟ يعني منبثق من الأهداف اللي بتسعى المنظمة والإدارة إلى تحقيقها. يعني ما حطش هدف كده بعيد عن هدف المنظمة أو هدف الإدارة اللي هي عايزة تحققه. أنا ممشيش في مجال والإدارة ماشية في مجال تاني، لا، ده يكون منبثق من أهداف المنظمة أو من أهداف الإدارة. لازم برضو يكون الهدف محدد بإطار زمني أو وقت لتحقيقه، ما سيبش الهدف كده إلى ما لا نهاية. ما أقولش إن أنا عايزة أحقق أرباح أو زيادة في الأرباح بنسبة 10% بس كده، لا، لازم تحددها لي وتقول لي 10% زيادة عن السنة اللي فاتت، في نهاية السنة دي أحقق 10% زيادة عن السنة اللي فاتت. يبقى أنا كده حددته بإطار زمن. الخطوة اللي بعد كده من خطوات الإدارة بالأهداف، يقوم الرئيس بوضع هذا التصور اللي وضعه مع مرؤوسه ويناقشه مع الرئيس، مع المرؤوس. قد يطلب منه الرئيس تعديله مرة أو أكثر حتى يتم وضع التصور النهائي واللي يشمل الجوانب الثلاثة السابقة. حدث يطلق على هذا التصور النهائي مسمى العقد، يعني بعد ما يتفق أو يقعد ويحط التصور المبدئي أمامهم، يبدأ الرئيس والمرؤوس يجتمعوا مرة ثانية لغاية ما يوصلوا إلى اتفاق نهائي أو إلى تصور نهائي، يعدلوا ممكن مرة أو أكتر لغاية ما يصلوا إلى هذا التصور النهائي اللي هم بيسموه العقد. الخطوة اللي بعد كده، يتم عقد اجتماعات دورية خلال السنة بين الرئيس وبين المرؤوس لمناقشة مدى التقدم في تحقيق الأهداف. يعني خلاص هم حطوا الاتنين الأهداف وبدأوا يحققوها، على مدار السنة يقعدوا يعقدوا اجتماعات دورية عشان يشوفوا مدى تحقق الأهداف. ما يسيبوهاش كده لغاية آخر السنة ويجوا يقيموا الأداء أو يجوا يشوفوا الأداء اتحقق ولا ما اتحققش، لا، ده هي على طول على مدار السنة يقعدوا يشوفوا مدى التقدم في الأهداف. بعد كده يعقد في نهاية السنة اجتماع نهائي بين الرئيس والمرؤوس لقياس مدى النجاح خلال العام المنقضي ووضع تصور أو عقد لسنة جديدة. يبقى هي دي الخطوات بتاعة الإدارة بالأهداف. طب إيه هي المشكلات اللي بتعترض تطبيق الإدارة بالأهداف؟ أول حاجة، وضع أهداف غير واضحة يصعب قياسها. مش إحنا قلنا لازم الأهداف اللي احنا نكون حاطينها تكون واضحة قبل للقياس. فبعض المشكلات إن وضع إن احنا نحط أهداف غير واضحة بيصعب قياسها. فمثلا
هدف مثل القيام بأفضل وظيفة للتدريب يكون عديم الفايدة. يعني إيه أفضل وظيفة للتدريب؟ يعني إيه الوظيفة، إيه وظيفة التدريب؟ إمتى لما أقدمها بشكل معين أقول إن هي أفضل وظيفة للتدريب؟ يبقى ده غير قابل للقياس أو غير واضح. أما هدف مثل ترقية 4 موظفين خلال العام فهو هدف محدد. المشكلة التانية، هذه الطريقة تستهلك كثيرا من الوقت والجهد. ليه؟ عشان بيقعدوا الرئيس مع المرؤوسين، بيقعدوا وقت كتير في وضع الأهداف ومناقشتها، وكمان في وقت مستغرق في توفير المعلومات المرتدة عن مستويات أداء المرؤوسين. المشكلة التالتة، أحيانا بيظهر صراع بين الرئيس والمرؤوس في عملية وضع الأهداف. الرئيس عايز يحط أهداف طموحة، لكن المرؤوس بيحب إن هو يحدد مستويات منخفضة من الأهداف عشان يقدر يحققها. الطريقة التانية من طرق تقييم الأداء اللي هو التقييم القائم على الجدارة. بنقسم طرق تقييم الأداء القائمة على الجدارة إلى فئتين. أول حاجة طرق تقييم الأداء المطلق اللي هي طريقة المقاييس المتدرجة، طريقة القوائم، طريقة الأحداث الجوهرية. الفئة التانية اللي هي طرق تقييم الأداء النسبي للفرد مقارنة بالآخرين. أول طريقة طريقة الترتيب، طريقة المقارنات الزوجية، طريقة التوزيع الإجباري. وتعالوا بقى نشوف كل طريقة من الطرق دي على حدة. طرق تقييم الأداء المطلق، أول طريقة طريقة المقاييس المتدرجة. الطريقة دي بتقوم على حصر مجموعة من الجدارات الهامة لأداء إحدى الوظائف، بحيث يتم تقييم أداء الفرد بناء على هذه الجدارات. قد تشمل هذه الجدارات ما يلي: النوعية وجودة العمل، الإنتاجية، المعرفة الوظيفية، المبادئ وتحمل المسؤولية، حل المشكلات، التعاون مع الزملاء، مهارات الاتصال والتعامل مع الآخرين، مهارات العمل في فريق. يبقى الجدارات دي بقيم على أساسها الفرد، أو بقيم على أساسها كل فرد من أفراد المنظمة. لكن هل أهمية الجدارات دي واحدة بالنسبة لكل الوظائف؟ لا طبعا، بتختلف أهمية الجدارات من وظيفة إلى أخرى. فمثلا حل المشكلات دي بتزداد أهميتها في الوظائف العليا، لأن وظيفة الوظائف العليا إنها تحل المشكلات. لكن مثلا مهارات الاتصال دي تبقى أهم بالنسبة لوظيفة السكرتارية مثلا، وهكذا. يبقى بتختلف الجدارات من وظيفة إلى أخرى. ويطلب من الرئيس المباشر تقييم أداء الفرد بالنسبة لكل جدارة من الجدارات الخاصة بوظيفته، وذلك على مقياس خماسي تدريجي، عشان كده سميناها بالمقاييس المتدرجة. ويأخذ هذا المقياس الخماسي الشكل التالي: يو أقل من 60، I من 60 لأقل من 70، G من 70 لأقل من 80، والفي من 80 لأقل من 90، والأو من 90 لـ100. وعلى الرئيس بقى إن هو يختار أحد الحروف السابقة بالنسبة لكل جدارة، ويختار درجة معينة موضحا سببا اختياره لهذه الدرجة عشان يكون التقييم موضوعي. يعني مثلا
يقول إن الفرد الألف أو الفرد ب، أنا هديله حرف جي. حرف جي ده من كام؟ من 70 لأقل من 80، ويختار درجة معينة، يقول أنا هديله 74، وسبب اختياره لهذه الدرجة هو إيه؟ عشان يكون التقييم موضوعي. فمثلا أهو يجي يقول الجدارة الوظيفية مثلا، النوعية وجودة العمل، القدرة على إتمام العمل بالدقة المطلوبة. فنشوف الدرجة المعطاة وفقا للمقياس الخماسي المتدرج السابق ومبررات الدرجة المعطاة. نيجي مثلا على جدارة تانية، الإنتاجية، هيقيسها إزاي؟ القدرة على إتمام العمل بالكم المطلوب. يشوف يحط قدام الإنتاجية الدرجة المعطاة وفقا للمقياس الخماسي اللي احنا قلنا عليه بالحروف، وإيه هي الدرجة اللي هو اختارها ومبررات الدرجة المعطاة. نيجي برضو للمعرفة الوظيفية اللي هي الإلمام بالمعلومات اللازمة لإتمام الوظيفة. يحط درجة معينة لهذه الجدارة ومبررات اختياره لهذه الدرجة. ممكن إن احنا نمثل نتائج تقييم الأداء اللي هو المقياس الخماسي ده، ممكن نمثلها بيانيا بالنسبة لكل موظف على حدة، عشان نعرف كل موظف التطور السنوي في أدائه كان شكله إيه، انخفض ارتفع فضل زي ما هو ولا لأ. وممكن نقارن بين نتائج تقييم الأداء بيانيا بالنسبة لمجموعة من العاملين في نفس السنة، يعني نقارن بين العاملين في نفس السنة عشان نتخذ القرارات المناسبة لهم. ولهذا سميت هذه الطريقة أيضا بالمقاييس المتدرجة البيانية. الطريقة التانية اللي هي من طرق التقييم طريقة القوائم. بنعد قائمة هنا بتشمل على أسئلة عن الجدارات الوظيفية المطلوبة، وبنقدم القائمة دي إلى الرئيس المباشر، وبيقيم أداء العامل من خلال الإجابة على هذه الأسئلة، يقول يا نعم يا لا. زي إيه مثلا الأسئلة؟ السؤال الأولاني يقول لك نموذج طريقة القوائم، هل يحقق مستوى الجودة المطلوبة؟ يقول نعم أو لا. طيب هل يحقق كمية الإنتاج؟ برضو يقول نعم أو لا. ممكن بقى نزود عدد الاختيارات الإجابة على الأسئلة، بدل ما تبقى نعم أو لا بس، ممكن تصبح مقياس خماسي. فنزود نقول السؤال ونقول له اختار يا مطلقا يا نادرا يا أحيانا يا غالبا يا دائما. فنيجي نقول له هل يحقق العامل مستوى الجودة المطلوبة؟ اختار يا إما مطلقا أو نادرا أو أحيانا أو غالبا أو دائما. نيجي نسأله تاني نقول له هل يحقق العامل كمية الإنتاج المطلوبة؟ اختار يا إما مطلقا أو نادرا أو أحيانا أو غالبا أو دائما، وهكذا. الطريقة الثالثة اللي هي طريقة الأحداث الجوهرية أو الحرج. بتقوم هذه الطريقة على أساس إن المشرف المباشر للموظف بيقوم بإعداد سجل لكل عامل بيحتوي على الجدارات الوظيفية، بيقوم بكتابة الأحداث أو السلوكيات الإيجابية المرغوبة اللي هي بيرى إنها بتعكس امتلاكه لهذه الجدارة الوظيفية، وفي نفس الوقت برضو بيكتب الأحداث أو السلوكيات السلبية أو غير المرغوبة واللي بيرى إنها تعكس عدم امتلاكه لهذه الجدارة الوظيفية. فمثلا نيجي نقول إيه الجدارات الوظيفية، النوعية وجودة العمل. فيجي في العمود الثاني يقول التصرفات والسلوكيات الإيجابية، يقول إيه هي التصرفات والسلوكيات الإيجابية اللي بيأديها العامل وبتدل على إنه هو عنده جودة في العمل وطريق القيام بهذا التصرف.
أو يكتب التصرفات والسلوكيات السلبية اللي هي بتدل على إنه هو ما عندوش نوعية ولا جودة في العمل، وتاريخ القيام بهذا التصرف السلبي. نيجي مثلا للمعرفة الوظيفية، هل هو بيقوم بتصرفات إيجابية بتدل على المعرفة الوظيفية وتاريخ القيام بهذه التصرفات، أو بيقوم بتصرفات سلبية وتاريخ القيام بهذه التصرفات السلبية اللي هي بتدل على عدم معرفته الوظيفية. أهم ما يميز طريقة الأحداث الجوهرية إنها بداية التفكير في تحويل تقييم الأداء من مجرد تقييم جدارات وظيفية لسلوكيات فعلية. أنا ما بقيتش بقيم بقى جدارة، ده أنا بقيم سلوك، بشوف إيه هو السلوك اللي عمله العامل وبيدل على جدارة معينة. يعني أنا بقيم سلوك، ما بقيمش جدارة فقط. نمرة 2، إن عملية تقييم الأداء مستمرة على مدار فترة التقييم، ما بستناش نهاية الفترة وأقيم العامل وأقول إن العامل ده كان كويس، لا ده كان أداؤه ضعيف، ده كان أداؤه ممتاز، لا ده أنا على مدار فترة التقييم بفضل أسجل كل التصرفات اللي بيأديها العامل خلال فترة التقييم أو خلال السنة. أهم ما يميزها أيضا انخفاض مقاومة العاملين لنتائج تقييم الأداء، لأن العامل هيجي يتكلم مع الرئيس هيقول له لا أنت عملت فعلا الحدث الفلاني بتاريخ فلان بالتاريخ الفلاني وهكذا، فعشان كده العاملين مش هيقدروا يتكلموا لأن كل حاجة مسجلة عند الرئيس. طب إيه هي الانتقادات اللي وجهت لهذه الطريقة؟ أول حاجة احتمال اختلاف نظرة مجموعة من الرؤساء لنفس الحدث. يعني مثلا احنا بنقول ان احنا هنسجل الأحداث الجوهرية أو الأحداث اللي بتبين مدى امتلاك الفرد لجدارة معينة، فبعض المديرين بيروا مثلا ان الحدث ألف ده حدث عادي أو روتيني، ممكن واحد تاني مدير تاني يقول لك لا ده الحدث ده جوهري وبيدل فعلا على امتلاك الفرد لجدارة معينة. فمثلا البعض قد يقيمه على حدث معين على إنه أداء عادي أو روتيني، والبعض الآخر يقيم حدث ما بشكل إيجابي والبعض يقيمه بشكل سلبي. ليه؟ عشان مفيش معايير موحدة، مفيش معايير للتقييم الموحدة، أنا مجرد إن أنا بوصف التصرف اللي الفرد بيقوم بيه، لكن إيه هو المعيار اللي أنا بحكم بيه عليه؟ المعيار اللي أنا على أساسه بقول إن الفرد ده فعلا اتقيم صح، فعلا الأداء بتاعه كان كويس ولا كان وحش، أو أداؤه جوهري أو غير جوهري، مفيش معيار للتقييم. الانتقاد الثاني، قد تؤدي هذه الطريقة لتفرغ بعض الرؤساء لمقارنة مرؤوسيهم، يبقى هي مهمتهم الوحيدة إنهم يفضلوا طول الفترة يأيدوا إيه هي الأحداث اللي بيقوم بيها أو التصرفات اللي بيقوم بيها المرؤوسين بتوعهم، وينسوا مهامهم الوظيفية الإدارية الهامة اللي هم الوظيفة الأساسية بتاعتهم. الانتقاد الثالث، يرى بعض العاملين إن الرؤساء يهتمون فقط بالأحداث والسلوكيات السلبية وما بيبصوش للإيجابيات، وعشان كده دفع البعض إن هم يسموا هذه الطريقة طريقة الكتاب الأسود، عشان كل هم الرئيس إن هو يسجل الأحداث السلبية وبينسى خالص الأحداث الإيجابية. وبناء على ذلك طبعا لازم إن احنا ندرب المديرين على استخدام هذه الطريقة عشان نوحد معايير تقييم الأداء. نيجي بقى للفئة التانية اللي هو طرق تقييم الأداء النسبي للفرد مقارنة بالآخرين. أول طريقة اللي هي طريقة الترتيب، بنرتب العاملين من حيث أدائهم الكلي من الأفضل إلى الأسوأ.
أو نرتبهم من ناحية كل جدارة من الجدارات الوظيفية على حدة من الأفضل إلى الأسوأ. يبقى في عندنا ترتيب على أساس الأداء الكلي، أو ترتيب على أساس كل جدارة على حدة، وفي الحالتين من الأفضل إلى الأسوأ. فمثلا بافتراض إن إحدى الإدارات بها 10 عاملين، الرئيس المباشر هيرتبهم من حيث كل جدارة من الجدارات الوظيفية. فمثلا لو اخترنا جدارة المعرفة الوظيفية، هنحط أفضل عامل في أعلى القائمة عشان يحتل المرتبة الأولى رقم 1، ويتم وضع أسوأ عامل في أسفل القائمة عشان يحتل المرتبة 10. يبقى احنا عندنا كده اخترنا أول واحد وآخر واحد من 10، يبقى احنا بقي لنا 8. يتم وضع أفضلهم، أفضل 8 في أعلى القائمة ليحتل المرتبة نمرة 2، وأسوأهم هيتحط من 8 أسوأ الـ8 اللي هو أسوأ الـ7 هيحتل المرتبة رقم 9، وهكذا يتم ترتيب كل عاملين. فمثلا نموذج طريقة الترتيب بالنسبة لجدارة، فنقول للرئيس رتب العاملين من الأفضل إلى الأسوأ، أو يجي يقول 1 2 3 ويحطوا نمرة 1 اللي هو أفضل واحد، وأدنى رتبة اللي هي 10، بعد كده 2 9 3 و8، وهكذا. الطريقة دي طريقة مشهورة وسهلة الاستخدام، لكن بينقصها أحيانا الموضوعية من ناحية المعيار اللي بيستخدمه الرئيس المباشر في ترتيب العاملين، سواء الترتيب الكلي أو ترتيبهم من حيث كل جدارة على حدة. إيه هو المعيار اللي على أساسه بيقول إن ده أحسن واحد أو إن ده أسوأ واحد؟ الطريقة التانية اللي هي طريقة المقارنات الزوجية. بنعدل هنا بقى طريقة الترتيب، بنجري مقارنات زوجية بين كل فردين من العاملين من حيث كل جدارة من الجدارات الوظيفية الداخلة في تقييم الأداء، وبالتالي هيكون سهل علينا في النهاية إن احنا نحط ترتيب نهائي للعاملين بناء على تلك المقارنات الزوجية. فمثلا لو عندنا أحد الإدارات بها 3 من العاملين فقط، احنا عشان نبسط الأمور هم A و B و C، يمكن أن يقوم الرئيس المباشر بإجراء مقارنة زوجية بين كل 2 منهم من حيث جدارة المعرفة الوظيفية مثلا، ويعطي إشارة موجبة أمام اسم العامل الأفضل أفقيا، أو إشارة سالبة أمام اسم العامل الأسوأ أفقيا، مع عدم مقارنة العامل الواحد مع نفسه. ومثلا أهو الجدول قدامنا، هنقارن العاملين مقارنة زوجية من حيث جدارة المعرفة الوظيفية. فمش هنقارن العامل A مع العامل A طبعا، ولا B مع B، ولا C مع C. احنا كل اللي احنا هنعمله هنقارن A مع B و A مع C. يبقى دي عملنا العامل الأول قارناه بعامل B و C، فطلع العامل A أحسن من العامل B، والعامل A أحسن من العامل C. جينا نقارن العامل B بالعامل A وبالعامل C، وحطينا إشارة سالبة قدام العامل B وإشارة موجبة قدام العامل B مع C. وبعد كده نيجي نقارن C مع A و B. ثم ينتقل الرئيس المباشر لجدارة أخرى، ولتكن جدارة مهارة الاتصال والتعامل مع الآخرين، ليجري نفس عملية المقارنة الزوجية اللي أجراها بالنسبة لجدارة المعرفة الوظيفية. أهو هيقارن برضو A مع B و C، وهيقارن B مع A و C، وهيقارن C مع A و B.
هنلاحظ من الشكلين السابقين إن الموظف A هو أفضل من الموظف B من حيث جدارة المعرفة الوظيفية عشان خد علامة موجبة، في حين إن الموظف B أفضل من الموظف A من حيث جدارة مهارة الاتصال والتعامل مع الآخرين. ويجرى ما سبق بالنسبة لكل جدارة من الجدارات الوظيفية، حيث يرتب في النهاية العاملين من حيث حصولهم على أعلى درجات موجبة أفقيا، ليصبح هذا هو التقييم النهائي للأداء. من مزايا طريقة المقارنات الزوجية أو اللي بيحسب ليها هي تحسين الموضوعية نسبيا مقارنة بطريقة الترتيب، يعني هي أكتر موضوعية بالنسبة لطريقة الترتيب. الطريقة الثالثة عندنا اللي هي طريقة التوزيع الإجباري. طريقة التوزيع الإجباري دي جاية من فكرة منحنى التوزيع الطبيعي، يعني كل الظواهر الاجتماعية ومنها أداء العاملين بالطبع يمكن وضعها في توزيع طبيعي، في شكل توزيع طبيعي. طب هو إيه التوزيع الطبيعي؟ والتوزيع الطبيعي بيقول لك إن نص الظاهرة بتتركز تقريبا في المنتصف، ويكون الربع أعلى من المنتصف والربع الآخر أقل من المنتصف. وبناء على ذلك يطلب من الرئيس المباشر إن يوزع درجات تقديراته على مرؤوسيه بما يتناسب مع فكرة التوزيع، يعني يحط نص العاملين في الوسط والنص التاني ربعهم أعلى من المنتصف والربع الآخر أقل من المنتصف. رموز ونسب التوزيع وفقا لطريقة التوزيع الإجباري ده هيوضح لنا الجدول. فمثلا احنا بنقول التقديرات عندنا ممتاز وجيد جدا وجيد ومتوسط وضعيف. قلنا الوسط ده هيحتل نص الظاهرة اللي هو هيبقى عندنا جيد، هيحتل 50%. بعد كده 50% التانيين هتبقى موزعة على الأطراف، يعني هيبقى 25% أقل من المنتصف و25% أعلى من المنتصف. فهندي جيد جدا 20% وممتاز 5%، يبقى كده 25% أعلى من المنتصف. وبعد كده هندي 20% للمتوسط و5% للضعيف، يبقى احنا كده حطينا 25% للي أقل من المتوسط. يلاحظ بقى إن ليس هناك عدد محدد لفئات التوزيع، فمش من الضروري إن احنا نلتزم ب5 فئات، فبعض المنظمات بيعمل بيها آلاف من العاملين قد يصل عدد الفئات فيها إلى 30 فئة. طبعا ده عدد فئات كبير جدا، صعب جدا إن احنا نعمله. تاني حاجة، الغرض الأساسي لهذه الطريقة هو إن العاملين اللي أدرجوا ضمن فئة أو الفئات العليا من التقدير هم اللي بيكون ليهم الأولوية في الحوافز والترقيات، لكن العاملين اللي أدرجوا ضمن الفئة أو الفئات الدنيا دي بيكون هناك محاولة لتحسين أدائهم من خلال التدريب مثلا، وعادة ده بيتم خلال فترة لا تتجاوز 90 يوم. فلو استمروا في عدم التقدم يمكن الاستغناء عنهم وتعويضهم عن ترك وظائفهم. النقطة اللي بعد كده، أثبتت الدراسات إن غالبية العاملين مش راضين عن هذه الطريقة، وبيعتبروها طريقة قاسية وإنها تدمر معنوياتهم، لأنهم بيشعروا بالظلم من هذه التقديرات اللي حصلوا عليها. يعني مثلا ممكن يقولوا ان احنا اغلبيتنا او اكتر من نصنا ممكن ياخد جيد. احنا بنقول ان جيد 50%، لا طب ما احنا ممكن يكون 70% ممكن ياخدوا جيد. هي دي الطريقة دي ظالمة بالنسبة لينا. لذلك ان احنا يجب ان احنا ندرب العاملين على استخدام هذه الطريقة بحيث تكون هناك معايير واضحة
يتم على أساسها وضع كل فرد من فئة في فئة معينة من التقديرات اللي هي فعلا تكون أو فعلا تدل على أدائه. الطريقة اللي بعد كده اللي هي التقييم القائم على السلوك، مش احنا قلنا طرق تقييم الأداء هي 3 أنواع رئيسية، اللي هو التقييم القائم على الأهداف، والتقييم القائم على الجدارة، والتقييم القائم على السلوك. هنتكلم بقى عن التقييم القائم على السلوك. كانت طرق التقييم القائمة على الجدارة هي متعددة ومنتشرة، لكنها واجهت العديد من النقد بشأن احتمال اختلاف مفهوم الجدارات ومكوناتها وتداخلها مع بعضها عند تقييم الأداء، وده اللي خلى بقى التقييم القائم على السلوك يظهر. والتقييم القائم على السلوك ده بيعتبر وضع مقياس رقمي تدريجي يتم من خلاله تقييم سلوكيات وظيفية محددة. إزاي؟ أو يتطلب التقييم ده إيه؟ اللي هي تطبيق الخطوات التالية. أول حاجة إجراء عصف ذهني يشمل كل من له علاقة بالوظيفة، كشاغل الوظيفة، الرئيس المباشر، محلل الوظائف، خبراء الوظائف، وده بيتم من خلال حصر الجدارات الوظيفية اللي احنا بنطلق عليها أبعاد الوظيفة أو أبعاد الأداء، تحديد مجموعة من السلوكيات المرتبطة بأداء كل بعد من الأبعاد الوظيفية. بعد ما أجرينا عصف ذهني لشاغل الوظيفة والرئيس المباشر ومحلل الوظائف، بنحط مقياس تدريجي يتكون من 5 أو 7 أو 9 نقاط لقياس مدى ممارسة العامل لكل سلوك. نجري التقييم من خلال قراءة الرئيس المباشر لكل عبارة أو كل سلوك، واختيار الدرجة التي تعكس ممارسة العامل لهذا السلوك. فمثلا لو جينا خدنا مثال على طريقة التقييم القائم على السلوك، فهنقول مثلا مجموعة من الباحثين قاموا بتطوير نموذج تطوير الأداء القائم على السلوك لقياس أداء العاملين في إحدى البقالات. حدد الباحثون 8 أبعاد للأداء، ومنها المعرفة الوظيفية، مهارات البيع، مهارات التسجيل، المهارة في العمليات المالية، مهارة الملاحظة، التعاون مع الزملاء، وقاموا بتحديد مجموعة من السلوكيات المرتبطة بأداء كل بعد من الأبعاد السابقة. فبالنسبة لبعد المعرفة الوظيفية مثلاً، قد تم تحديد العديد من السلوكيات اللي هو بيقيس بعد المعرفة الوظيفية، زي إيه؟ يعرف العامل سعر بيع المنتج جيداً، يعرف العامل كيف يتعامل مع مشكلات البضاعة التالفة والتي لم تباع بعد، يعرف العامل كيف يتعامل مع البضاعة المرتجعة. ثم يتم وضع مقياس تدريجي مكون من 9 نقاط لتقييم كل سلوك، بحيث تعكس النقطة 1 الأداء الضعيف جدا، وتعكس النقطة 9 الأداء الممتاز. ويؤكد أنصار تقييم الأداء القائم على السلوك أنه يتطلب وقت طويل، إلا أن فوائده متعددة. منها بقى فوائده هو المقياس الأكثر دقة، لأن الأفراد الذين يطورونه ويستخدمونه يعرفون تماما ما هي احتياجاتهم منه، وهذا ما يؤدي إلى إجراء قياس دقيق للأداء الوظيفي. الميزة الثانية يوفر معايير أكثر وضوحا، لأن أبعاد الأداء مش مجرد جدارات أو أبعاد مبهمة أو متداخلة مع بعضها، لكنها موصفة جيدا في شكل سلوكيات وظيفية. فاحنا قلنا مثلا بالنسبة لبعد المعرفة الوظيفية، حددنا ايه هي السلوكيات بتاعته، يعرف العامل سعر بيع المنتج جيدا،
يعرف العامل كيف يتعامل مع مشكلات البضاعة التالفة التي لم تباع بعد، يعرف العامل كيف يتعامل مع البضاعة المرتجعة، وهكذا. يبقى بيوصف السلوكيات الوظيفية بشكل جيد. من فوائده أيضا إن هو يحقق إمكانية التطابق، لأن تقييم مجموعة من المديرين لنفس العامل يمكن أن يكون متشابها، لذا فهو تقييم أداء يمكن الاعتماد عليه، بدل هو موظف سلوكيات موظفة. كل بعد من الأبعاد من أبعاد الأداء موصف توصيف جيد، فبالتالي المدير لما يجي يقيم أداء العامل بالنسبة لهذه السلوكيات قد يتشابه مع مدير آخر يوصف سلوك نفس العامل بالنسبة لهذه السلوكيات، وعشان كده بيقولوا إن هو يمكن الاعتماد عليه. الفايدة الرابعة إن هو يحقق سهولة في التغذية العكسية. ما هو احنا ممكن ان احنا نقنع المرؤوسين بنتائج تقييم الاداء، احنا على هو وصفنا السلوكيات بتاعته وقلنا له احنا قيمناك بالنسبة لهذه السلوكيات، وبالتالي نقدر نقنعه انا ليه اديتك او ليه قيمتك بالنسبة لهذا السلوك هذا التقييم. يبقى بيوفر لي تغذية عكسية سليم. توصل الباحثون إلى طريقة يطلق عليها طريقة الاختيار الإلزامي عشان يخفضوا تحيز المقيم أو الرئيس المباشر عند قيامه بتقييم أداء مرؤوسيه باستخدام طريقة التقييم القائم على السلوك. يعني حبوا إنهم يطوروا طريقة التقييم القائم على السلوك، فعملوا طريقة الاختيار الإلزامي. إيه هي بقى طريقة الاختيار الإلزامي؟ وفقا لهذه الطريقة تتكون استمارة تقييم الأداء من مجموعات عديدة من الجمل تصف أنماطا معينة من سلوكيات الفرد أثناء قيامه بأداء وظيفته. كل مجموعة بتتكون من 4 جمل، منها 2، ال4 جمل دول منها 2 بيمثلوا الصفات المرغوبة و2 بيمثلوا الصفات غير المرغوبة، ويقوم المشرف في كل مجموعة باختيار جملة واحدة فقط من الجمل الـ4 أو جملتين فقط على أن تكون إحداهما من الصفات المرغوبة والأخرى من الصفات غير المرغوبة. والحقيقة إنه في كل 4 جمل هناك واحدة فقط من بين الجملتين اللي بتعبر عن الصفات المرغوبة هي اللي بتقصدها الإدارة وتهتم بتواجدها، وواحدة فقط من بين الجملتين اللي بتعبر عن الصفات غير المرغوبة اللي بتقصدها الإدارة وبتهتم بعدم تواجدها، طبعا حسب طبيعة كل وظيفة على حدة. لكن المشرف لما يجي يقرأ هذه الجمل ما بيعرفش أي جملة هتحسب لصالح الموظف أو هتحسب ضده، فبالتالي هيضطر لوضع تقييم موضوعي لأنه هو مش عارف الجملة دي هتحسب ضد المدير ده هتحسب ضد المرؤوس ولا في صالح المرؤوس، وبالتالي هو مش هيتحيز. تعالوا ناخد مثال على الكلام اللي قلناه اللي هو طريق الاختيار الإلزامي. فمثلا عندنا مجموعة تتكون من 4 جمل، الأولى والتانية بتعكس سلوكيات مرغوبة، في حين تعكس الثالثة والرابعة سلوكيات غير مرغوبة. آدي الجملة الأولى، يستجيب الموظف للعمل لساعات إضافية، هي جملة مرغوبة. الجملة الثانية، ينجز الأعمال المطلوبة منه والأعمال الإضافية أيضا، هذه جملة مرغوبة. الجملة الثالثة، يتغيب كثيرا عن العمل،
دي سلوك غير مرغوب أو جملة غير مرغوب. الجملة الرابعة: ليس على دراية بسياسات وإجراءات العمل. أدي سلوك غير مرغوب. يبقى الجملتين الأولانيين بتعبر عن سلوكيات مرغوبة، والجملتين التانيين بتعبر عن سلوكيات غير مرغوبة. وزن الجمل بقى بيختلف من وظيفة إلى أخرى، وما بين وظيفة قيادية أو إدارية ووظيفة فنية. وجهت الانتقادات التالية لهذه الطريقة: أول حاجة، الرئيس المباشر هيشعر إنه هو مش في موضع ثقة المنظمة، لأن ما أحدش أخذ رأيه بشكل مباشر عند تقييم أداء مرؤوسيه. نمرة 2، هيصبح الرئيس المباشر من تقييم لآخر على دراية بأوزان الجمل التي تشتمل عليها استمارة تقييم الأداء، لأن الأوزان هتنعكس في التقييم اللي حصل عليه كل مرؤوس، فاحتمال التحيز ربما ينشأ مع مرور الوقت. وعشان كده يجب على إدارة الموارد البشرية إنها تغير العبارات اللي بتحتوي عليها قوائم تقييم الأداء من سنة إلى أخرى. بعد كده عايزين نتكلم عن مشكلات تقييم الأداء والتعامل معها. أول مشكلة عندنا اللي هي مشكلة عدم وضوح المعايير. المشكلة الثانية: النزعة المركزية. المشكلة الثالثة: التساهل أو التشدد دون مبرر. 4: خطأ الهالة أو الانطباع الأول. 5: تأثير الحداثة. 6: التحيزات الشخصية. 7: مشكلات أخرى زي المؤثرات التنظيمية، تأثير المركز أو الوظيفة، الخلط بين الهدف والوسيلة. وتعالوا بقى نشوف أول مشكلة اللي هي عدم وضوح المعايير. عدم وضوح المعايير ده بيتعلق بجانبين أساسيين، هما: أول حاجة، الجدارات الوظيفية. ممكن تختلف نظرة مجموعة من المقيمين لجدارات معينة زي جودة العمل والمعرفة الوظيفية. واحد يجي يقول ليه نظرة معينة بالنسبة لجودة العمل، التاني هيكون ليه نظرة أخرى مخالفة لوجهة النظر الرئيس الأولاني، وهكذا. الجانب الثاني هو درجات التقييم. بالمثل، قد تختلف نظرة مجموعة من المقيمين بشأن الأداء الضعيف والأداء الجيد. واحد يجي يقول لا ده أداؤه ضعيف، يجي فرد تاني لا على نفس يجي مدير تاني على نفس الفرد لا أداؤه ضعيف، وهكذا. وأفضل طريقة لعلاج هذه المشكلة بشقيها هي إضافة وصف محدد أو تحليل محدد لكل من الجدارات الوظيفية. مش إحنا بنقول إن مجموعة المقيمين هيختلفوا
بالنسبة للجدارات الوظيفية، وهيختلفوا مرة تانية بشأن درجات التقييم. طب احنا ممكن نحط وصف محدد أو تحليل محدد لكل جدارة، فمثلا نيجي نقول المقصود بالمعرفة الوظيفية هي كذا، أو درجات التقييم يعتبر الأداء الجيد إذا كان كذا. يبقى أنا كده وصفت أو حددت أو حللت لكل جدارة وظيفية، وضعت وصف محدد أو تحليل محدد. المشكلة التانية اللي هي مشكلة النزعة المركزية. ممكن واحد يدي جميع مرؤوسي تقدير متوسط، لأنه هو ممكن ما يكونش عارف إن الأفراد أساسا مختلفين، فيقول لك لا ده أنا أديهم كلهم تقدير متوسط. أو مثلا هو يا إما إن هو جاهل بالفروق الفردية، أو إن هو مش عايز يقف عقبة في طريق إن واحد ما يترقاش أو إن هو يزيد أجره، فبيقول إيه؟ لا أنا أديهم تقدير متوسط أحسن. أو يخاف إن هو يدي درجة عالية، فبالتالي اللي إداله درجة عالية ده هيترقى وهيسيب إدارته وهيروح لإدارة أخرى، فيحدث فجوة في إدارة هذا المدير. المشكلة الثالثة اللي هي التساهل أو التشدد دون مبرر. ممكن يجي واحد مقيم يدي تقديرات مرتفعة جدا لمعظم مرؤوسيه، واحد تاني هيبقى متشدد مع مرؤوسيه ويديهم تقديرات منخفضة. عشان كده نقول يا إما هيتساهل ويديهم تقديرات مرتفعة، يا إما هيتشدد ويديهم تقديرات منخفضة. دي في أسباب كتيرة للتساهل أو التشدد. فقد يلجأ المقيم للين إذا كانت تقارير تقييم الأداء تناقش مع المرؤوسين، فهو عايز يريح دماغه فيقول إيه، لا أنا هديهم تقديرات مرتفعة عشان ما يجيش يناقشوني، المرؤوسين ما يجوش يناقشوني في هذه التقديرات. أو كان عايز بيدي تقديرات مرتفعة لو كان عايز يثبت للإدارة العليا إن جميع العاملين اللي في الإدارة بتاعته تقديراتهم مرتفعة. على النقيض ده هو كده المقيم بيميل إلى التساهل. طب لو كان المقيم بيميل إلى الشدة، ده بيميل إلى الشدة إيه؟ بيميل إلى الشدة. لو كان هو مش هيخاف بقى من مرؤوسيه لو كانت تقارير الأداء بتقيم بطريقة سرية، ما بيش هيناقشها مع المرؤوسين بتوعه. وبالتالي أفضل طريقة لعلاج مشكلة النزعة المركزية والتساهل أو التشدد هو إن احنا نستخدم طريقة التقييم القائمة على مقارنة العامل بغيره، زي الطريقة اللي احنا خدناها، طريقة الترتيب، طريقة المقارنات الزوجية، طريقة التوزيع الإجباري، عشان نلزم المقيم بوضع مرؤوسيه في فئات معينة حسب الفئات، حسب الأداء الوظيفي بتاعه. المشكلة الرابعة خطأ الهالة أو الانطباع الأول. أنا باخد انطباع أولي على المرؤوس اللي بشوفه لأول مرة، أو باخد انطباع على سمة واحدة أو على جدارة واحدة بدركها في المرؤوس بتاعي، واروح معممة الصفة دي على جميع الصفات، مثل مثلا الطاعة أو طول البال من قبل المرؤوس تجاهي. تأثير الخامس مشكلة اللي هي تأثير الحداثة، وهو أن يضع المقيم تقييم العام لمرؤوسه بناء على ما أنجزه في نهاية فترة تقييم الأداء، ويتجاهل كل ما حدث باقي فترة التقييم. يعني هو مثلا هيقيم بتاع سنة كاملة، فهيجي يقيم
في شهر 12 يقول إن يلاقي إن المرؤوس بتاعه أنجز في شهر 12 إنجاز كويس، فهينسى بقى ال11 شهر اللي قبليهم ويقيمه على أساس الشهر الأخير. يبقى عشان كده بنقول تأثير الحداثة، يتجاهل كل ما حدث باقي فترة التقييم وبيهتم بس بيقيمه على ما أنجزه المرؤوس في نهاية فترة التقييم. طب أفضل طريقة لعلاج مشكلة الهالة والحداثة هي تدريب المقيمين على أن يضعوا حدًا لهاتين المشكلتين، كما يمكن استخدام أبعاد مستقلة للأداء الوظيفي. سادس مشكلة اللي هي التحيزات الشخصية. ممكن المقيم يفضل أحد مرؤوسيه لأي سبب من الأسباب فيعطيهم تقديرات أعلى من غيرهم. مثلا قد يفضل عامل على عامل آخر لعوامل غير متعلقة بالعمل زي النوع، العمر، الدين، الاتجاهات السياسية، أو ممكن تتأثر عملية تقييم الأداء بمقدار مسح الجوخ اللي بيمارسوا بعض المرؤوسين تجاه رؤسائهم. وأفضل طريقة لعلاج مشكلة التحيزات الشخصية هي استخدام أسلوب التقييم 360 درجة اللي خدناه. في مشكلات أخرى عندنا اللي هي زي المؤثرات التنظيمية، يعني نية الإدارة في استخدام نتائج تقييم الأداء. فلو كانت الإدارة عايزة تستخدم نتائج التقييم عشان ترقي بعض العاملين، فقد يقوم الرئيس بإعطائهم تقديرات مرتفعة عشان يحصلوا على الترقية. يبقى دي في مؤثرات تنظيمية، المنظمة قرارات المنظمة هي اللي أثرت على الرئيس وخلته يدي تقديرات مرتفعة. تاني حاجة تأثير المركز أو الوظيفة. فلو كان المركز أو وظيفة الفرد خضع لتقييم أداء مرتفع في الهيكل التنظيمي، يعني لو كان مركز الفرد أو وظيفة الفرد مرتفعة في الهيكل التنظيمي، أو كانت الوظيفة تقع في فئة الأجور العالية، فقد يعطي الرئيس للمرؤوس تقديرًا مرتفعًا، والعكس صحيح لو كان المرؤوس بيقع في مركز أو وظيفة منخفضة في الهيكل التنظيمي أو بيقع في فئة الأجور المنخفضة، فقد يعطي الرئيس للمرؤوس تقديرًا منخفضًا. المشكلة اللي بعد كده الخلط بين الهدف والوسيلة. فبعض الرؤساء بينظروا لعملية تقييم الأداء كهدف وليس وسيلة لاتخاذ قرارات لاحقة، فيهتمون بشكل التقييم وبينسوا موضوعيته أو جودته، يعني بيهتموا بعملية التقييم في حد ذاتها وبينسوا إن التقييم ده وسيلة لتحقيق غاية في المستقبل اللي هي تدريب، إعطاء حوافز، تقدير مستحقات، تقدير علاوات وهكذا. طبعا كل المشكلات السابقة دي بتتطلب تدريبا جيدا للمقيمين مع والتنبيه عليهم إن هم يراعوا العدالة عند تقييم أداء العاملين. وبكده هو ده الجزء المطلوب منا في مقرر تقييم الوظائف اللي هو الفصل الأولاني والفصل الثالث، وحددنا الأجزاء المقررة علينا في الفصل الأولاني والفصل الثالث. وبالنجاح والتوفيق إن شاء الله.